لو الزوج ما بيصلي وبيضرب زوجته، هل يصح تعيش معه؟ مسألة الصلاة دي طبعا عبادة بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى، وأما مسألة الضرب فطبعا ده خطأ وده حرام، فيعني المسألة تحتاج إلى طبعا تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا بد من الصلاة في أوقاتها، ولا بد من الابتعاد عن الإهانة والضرب إلى آخره. طيب الزوج تعيش معاه ولا لا؟ يعني محتاجين نقعد معاكوا بقى، يعني محتاجين نسمعك ومحتاجين نسمعه، نشوف كده يعني ايه اللي ممكن يتم. فممكن تشرفونا في مركز الارشاد الاسري، يقعدوا معاكم ويحددوا بقى هل استمرارك افضل ام الانفصال.